احنا بنتكلم الريشيو 1.3 من الاول 2، لا بعيد. يعني قصدي اقول لك ان الاهلي بنغازي الاداء اللي بيأديه ده يعني على ارض الملعب، بس ارقامه مش حلوه. انت فاهم يا كابتن قصدي؟ انا أيوة فاهم. انا بقول زي الكوره يقول لك الاستحواذ كتير بس الافكتيفيتي في الملعب مفيش، فهو بيجي فيه نقط كتير ودي تدل على لا هو خسران اشواط كمان. طيب كابتن احنا معانا على الهاتف الكابتن حمدي الصافي او العالمي الكابتن حمدي الصافي، الف مليون مبروك يا كابتن على بطوله الدوري. ده كابتن هيثم، تحياتي ليك وتحياتي للكابتن محمد شعراوي، اهلا وسهلا. الف مليون مبروك الثالثه، في انتظار الرابعه ان شاء الله يا كابتن حمدي. ان شاء الله باذن الله. طبعا الحمد لله ربنا كرمنا بالثلاث بطولات اللي فاتوا، البطوله العربيه والافريقيه والدوري، وان شاء الله باذن الله يعني اللاعبات عندهم اصرار ان هم يحققوا البطوله الرابعه باذن الله لناديهم. الف مبروك يا كابتن حمدي، الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يخليك يا كابتن، الله يخليك. طب يا كابتن يعني ايه قصه بقى ابن الوز عواب؟ يعني يوسف حمدي الصافي بيأدي اداء رائع في البطوله يا كابتن، وبنهنيه عليه وربنا يبارك لك فيه ويخليه لك يا رب. والله الحمد لله. بص يا كابتن هيثم بجد انا ما شفتش ولا ماتش لحد دلوقتي، عارف الماتشات بتاعتنا متزامنه مع البطوله الافريقيه للاسف، وما شفتش يعني ولا ماتش، بس سامع ان الحمد لله يوسف مقدم مباراه قويه ومع زمايله، والنادي الاهلي طبعا مرشح قوي للفوز بالبطوله، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم ويحرزوا البطوله زي ما الفريق السيدات احرزها، ونبقى الحمد لله سيطرنا على افريقيا سواء على مستوى الرجال او مستوى السيدات. طب كابتن انت طبعا ضغط المباريات عندك كتير، وكمان عندك كاس مصر الاسبوع الجاي ان شاء الله بكل بالتوفيق، حضرت اي مباراه من مباريات الرجال في الملعب ولا ما حضرتش يا كابتن؟ والله زي ما بقول لك كده، انا ما شفت شوط بس في المباراه اللي قبل اللي فاتت، كان عندنا تمرين في نفس الوقت، حتى في الفرقه كلها اتفرجت تقريبا على شوط. شفنا وكان عندنا تمرين، لان كان عندنا ماتش الشمس في نهائي الدوري ثاني يوم، فطبعا ضغط الماتشات بتاعتنا لان احنا كنا مأجلين ماتشات كتيره قبل المعسكر وكده، فضغط الماتشات مش مخلينا يعني ناخد نفسنا الحقيقه. طب كابتن حمدي يعني رحله كاس مصر عندنا مباريات مين؟ اول مباراه في دور احنا عندنا قبل النهائي ان شاء الله، عندنا مين بقى باذن الله في قبل النهائي؟ والله احنا الحمد لله الماتش اللي فات فزنا في دور الثمانيه على نادي 6 اكتوبر، عندنا دور قبل النهائي طريقنا هيبقى الفائز من الشمس والطيران يوم الثلاث ان شاء الله باذن الله ربنا وفقنا، هيبقى في المباراه النهائيه مع الفائز من سبورتنج والزمالك. تتوقع مين يا كابتن؟ تتوقع مين يعني؟ بتهيألي سبورتنج. لا والله بص السنه دي سبورتنج والزمالك مقدمين مستويات كويسه جدا، وانا في رايي مباريات الكؤوس ملهاش مقياس. صحيح. الفرقه اللي بتبقى مركزه اكتر واللي مستعده اكتر واللي بتنفذ التعليمات وخطه المدرب بتاعها هيبقى ليها حظوظ كتير ان هي ان شاء الله باذن الله توصل الدور النهائي. طب كابتن هتدي للاعيبات راحه قد ايه ولا مفيش راحه بعد الموسم؟ والله بص احنا بجد والله في ارهاق كبير جدا. صحيح. على اللعيبه خاصه بعد بطوله افريقيا، وطبعا الكابتن شعراوي معاك وعارف وراجل خبره كبيره في علم التدريب، وعارف ان بعد اي بطوله كبيره بيحصل كيرف بتاع اللعيبه بينزل، وده اللي احنا في الفتره ديت يعني نتفاداه، ان احنا بنعمل عمليه تدوير للعيبه، بنحاول نشارك اكبر قدر من اللعيبه في المباريات بحيث ما يبقاش في اجهاد على اللعيبه، وبحيث ان احنا نحافظ على مستوى اللعيبه بعد البطوله الافريقيه ما يبقاش في نزول كبير في الكيرف بتاع الفرقه يعني. بس يا كابتن برضه ما زال عندك مهمتك الاصعب هو تحدي النفس وتحدي الفريق، يعني انت بتكسر ارقامك بتحقق يعني ذاتك او بتنافس ذاتك بشكل كبير، لانه انت المنافسين المحليين الحمد لله احنا يعني فارقين كتير مع كل الاحترام والتقدير لكل المنافسين. عملت ده ازاي بعد بطوله افريقيا يا كابتن حمدي؟ والله انا خايف بس من حته يعني اتكلمنا فيها معاك يا كابتن هيثم قبل كده، حته ان انت كتر البطولات بيحصل نوع من التشبع للعيبه، بيبقى داخل الموضوع يعني داخل البطوله مش بيبقى في احساس كده بالطمئنة للعيبه انه هيكسب كل الاحاسيس دي، يعني احنا خايفين ان هي تتسرب للعيبه خاصه بعد بطولتين كبار زي البطوله الافريقيه والبطوله العربيه، بس احنا بنتكلم مع اللعيبه في الحته النفسيه ديت ان هم المسابقات المحليه ديت ما ينفعش ان احنا ما نكسبهاش بعد بطوله افريقيا والبطوله العربيه، ان الجمهور منتظر مننا واحنا وعدناه بالرباعيه السنه دي فلازم نحققها، حاجات كتيره بنشتغل عليها نفسيا مع شغل الملعب، فده مهم جدا عشان نقدر نعدي ان شاء الله باذن الله بالبطوله. طب كابتن سؤال في الصميم، هتجدد لكاترينا ولا لا؟ والله كاترينا عامله موسم قوي جدا معانا السنه دي، واعتقد
اعتقد يعني ابتدت العروض تجي لها من بره، حتى فيها يعني في نادي في ايران كلمها عشان تلعب معاهم بطوله اسيا الفتره اللي جايه، هيكون عقدها معانا انتهى، بس ان شاء الله باذن الله ما فيش مشاكل، احنا متفاهمين معاها وهي حابه الجو في مصر وحابه النادي وحابه كل حاجه وعملت موسم رائع معانا، فما فيش مشكله ان شاء الله باذن الله لو النادي يعني باذن الله جبنا لها موافقه تجدد هيبقى في تجديد ان شاء الله. خلي بالك كابتن، هي يعني كاترينا الحقيقه ادائها في الملعب في راحه نفسيه ودخلت وسط البنات بشكل جيد جدا، والحقيقه دايما انا بشيد بيها لان هي الحقيقه لعيبه محترفه من الطراز الاول، ممكن يكون في ما فيش لعيب كامل عنده مشاكل فنيه، ولكن في التوتال از باكج كلعيب لا، كاترينا عملت موسم من وجهه نظرنا احنا يعني متابعين عملت موسم جيد يعني. والله بص احنا كمان كفرقه كره طايره برضو في ملحوظه عاوز اقولها، فرقه الكره الطايره السنه دي احنا عندنا غير كاترينا في خمسه من العناصر الاساسيه عقدهم هتنتهي السنه دي ان شاء الله باذن الله، هيبقى في تجديد ليهم الفتره الجايه، عندنا ايه الشامي، عندنا فريده العسقلاني، عندنا شروف فؤاد، عندنا نرمين المنشاوي، عندنا نهله سامح، الخمسه دول تقريبا اخر سنه ليهم في عقده السنه دي، فان شاء الله باذن الله احنا مش عاوزين نفتح في الكلام ده دلوقتي لا بعد ان شاء بعد الكاس ان شاء الله هنقعد مع الناس وهيبقى في قعده وتجديد للنادي طبعا، دول ابناء النادي واولاد النادي وحققوا انجازات كبيره طبعا طبعا، ومفيش شك النادي الاهلي مش هيتاخر ابدا على لاعبين طبعا طبعا. النادي الاهلي عارف ان فريق الطايره فريق بطولات، وهو دعم الفرقه الفتره اللي فاتت، مجلس الاداره الحقيقه دعم الفرقه بطريقه كبيره جدا الفتره اللي فاتت، فاكيد مجلس الاداره حاطط في اعتباره انه هيحافظ على الفرقه دي، لان الفرقه دي تقدر تحقق انجازات لمده اربع خمس سنين قدام، لان متوسط الفرقه يعني سن الفرقه صغير يعني. صحيح يا كابتن. طب انت يا كابتن مباراه النهائي الكاس هتبقى امتى؟ النهائي ان شاء الله هتبقى يوم الاربعاء الساعه 8 باذن الله. ان شاء الله يعني يوم الخميس هتتابع اكيد فاينل افريقيا براحتك بقى ان شاء الله. اكيد طبعا كلنا موجودين وبنهزر رجالتنا وفرقتنا ان شاء الله باذن الله كلنا وراهم باذن الله يحققوا لنا اللقب باذن الله. النهائي فين يا كابتن؟ على ملعب ايه النهائي؟ النهائي ان شاء الله هيبقى في استاد القاهره في سنه 3 باذن الله. كويس، يعني في القاهره ان شاء الله. خلاص يوم الخميس ان شاء الله اكيد منتظرينك باذن الله، ونتابع معاك ومع كل محبين كره الطائره ان شاء الله باذن الله. يا رب يا رب يا رب نهائي افريقيا ان شاء الله مع الفريق الرجال. كابتن حمدي الصافي المدير الفني العالمي طبعا لفريق السيدات، شكرا جزيلا لحضرتك والف مليون مبروك، مش الفوز ببطوله ولا اثنين، لا ثلاث بطولات ان شاء الله. وزي ما وعدتنا كابتن حمدي الحقيقه والبنات ونهله سامح كابتن الفريق قلب الاسد وكل اللاعبات الحقيقه لما وعدوا ان شاء الله ان احنا رباعيه، انتوا في طريقكم ان شاء الله تحققوا الوعد، ودايما بيقولوا ايه يعني فرق السيدات عامه لما بتقول بتلتزم، ولا يا كابتن محمد؟ بالظبط. يمكن الرجال ممكن يبصوا منها شويه. انا بالنسبه للكابتن حمدي بصراحه يعني